مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في هذه التغطية الخاصة للاحتفاء باليوم العالمي للمرأة. نواصل وقفة الاحترام والتقدير الذي بدأناها فجرا في قناة ميديان تي في، احتفاء بنضالات وانجازات المرأة المغربية في جميع مناحي الحياة. هذا الجزء الذي يمتد لساعة ونصف من الزمن سنخصصه للإنجازات التي تحققت وتحديات المرحلة. يسعدنا كثيرا أن نرحب بالسيدة لطيفة بوشوا، وهي رئيسة فيدرالية رابطة حقوق الإنسان نساء. كما يسعدنا كثيرا أن نحاور السيدة حنان رحاب النائبة البرلمانية عن الفريق الإشراكي، ويسرنا كثيرا أن تكون معنا السيدة سعيدة الإدريسي، وهي فاعلة حقوقية نسائية. أهلا بكن. أبدأ معكم سيدة لطيفة بوشوا، كل عام وأنت بخير. أريد أن نتحدث أولا إذا تفضلت عن أكبر المكاسب التي تحققت خلال العقدين الماضيين بالنسبة للسيدة المغربية. شكرا سيدتي، عيد سعيد لكل النساء المغربيات ونساء العالم، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية، ظروف جائحة كوفيد 19 التي أبرزت من جهة الأدوار الريادية للنساء في مختلف المواقع، خصوصا الصحية والتعليمية والأمنية وغيرها، وأيضا أبرزت من جهة أخرى بعض مظاهر الهشاشة والتمييز. فيما يتعلق بالتفاعل مع سؤالكم حول الإنجازات القانونية والمؤسساتية التي تحققت خلال العقدين الأخيرين، يمكن أن نقول بأنه المكتسبات كانت جوهرية وكبيرة في إطار تطور تدريجي وتقدم سلس، وذلك بفعل طبعا نضالات الحركة النسائية وكل مكونات الصف المدافع عن حقوق المرأة وعن المساواة وعن المناصفة، وأيضا بفعل الانفتاح والإرادة الرسمية في أن يتقدم المغرب بنسائه ورجاله وبإقرار المساواة ما بين الجنسين. هذه التطورات برزت طبعا في مجال الممارسة الاتفاقية المغرب، حيث نرى هناك تطور في هذه الممارسة من خلال مصادقة على الاتفاقيات وعلى بروتوكولات ملحقة باتفاقية الصداو، وأيضا هناك رفع تدريجي للتحفظات حول هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى انخراط المغرب في عدد من التقارير والآليات الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة والتفاعل مع هذه الآليات، طبعا بملاحظات سنعود إليها في التشخيص. هناك أيضا تطور للإطار التشريعي والدستوري والحقوق والمؤسسات عموما في مجال المساواة ما بين النساء والرجال. على مستوى التشريعات، أبرز الإنجازات هي صدور مدونة الأسرة سنة 2004 بمقتضيات جديدة تؤسس المساواة المدنية والأسرية، وتخفف نسبيا بعض قيود الوصاية الأسرية والمجتمعية المفروضة على النساء. والأدل على ذلك هو الفصل 4 من هذه المدونة، الذي نص على الرعاية المشتركة للأسرة ما بين النساء والرجال، والرفع رمزيا لمسألة القوامة القائمة على نفقة الرجل بالدرجة ورعاية الرجل بالدرجة الأولى. ثم هذه المدونة فتحت من ناحية أخرى أفاقا كبيرة أمام تموقع ومشاركة أوسع للنساء في إدارة الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والوظيفي والعلمي، لأنه تفكيك العلاقات الأسرية المبنية على الذكورية غالبا ما تسمح للنساء بتحرر أكبر وإمكانية التوفيق بين العمل المجتمعي والأسري وبين الريادة أيضا في مواقع القرار وفي إدارة الشأن العام وإدارة جوانب أخرى من الحياة العامة للمجتمع. هناك أيضا قانون الجنسية، ثم مدونة الشغل طبعا التي عرفت أيضا بدورات تعديلات خلال هذه العقدين، ثم الأساسي جدا هو دستورة المساواة والمناصفة ووضع آلية لتحقيقها من خلال دستور 2011، وهذه كانت معركة انتصرت فيها الحركة النسائية بامتياز من خلال قدرتها على التفاوض لأجل دستورة هذه المساواة والمناصفة.
طبعا مع باقي مكونات الصف الحقوقي المدافع على المساواة الدستورية والمناصفة. وكان الفصل 19 بمثابة انتصار حقيقي لهذه النضالات وهذه المفاوضات، حيث نص على المساواة التامة ما بين النساء والرجال في الحقوق حتى في الجوانب المدنية رغم حساسية الموضوع، وهذا طبعا من خلال المرافعات القيمة التي قامت بها الحركة النسائية في علاقة الحقوق المدنية بالشأن الديني، وأيضا عدد من الفاعلين في المجتمع. وأيضا الجديد اللي هو المناصفة، واللي هي تمت إصدارتها ووضع آليات من خلال إنشاء التنصيص على السلطة العليا للمناصفة ومناهضة كل أشكال طيب سيدة لطيفة، سنعود لاحقا إلى مزيد من التحليل لعدة نقاط أثرتها. أنتقل مباشرة إلى السيدة حنان رحاب. مساء الخير سيدة حنان، أنا سعيدة باستضافتك، كل عام وأنت بخير معنا. كل عام وأنت بخير جوهرة، كل عام والزميلات في قناة ميدي أن تي في بخير وعلى خير، مزيدا من التألق ومزيدا من العمل من أجل إيصال صوت النساء ومن أجل وصول النساء إلى مراكز القرار خاصة في المجال الإعلامي. طيب سيدة رحاب، نتحدث كثيرا عن التمكين للسيدة، إلى أي مدى عملنا فعلا عن التمكين السياسي للسيدات؟ أنت عضو نشيط كثيرا في الحزب، في حزب الاتحاد الاشتراكي، وعضو نشيط كذلك في البرلمان وفي الفعل الجمعوي والحقوق والنسوي، هل حققنا تمكينا سياسيا حقيقيا للسيدة المغربية؟ سيداتي، إذا أردنا أن نتحدث عن التمكين السياسي للنساء المغربيات علينا أن نتحدث عنه من شقين. الشق الأول مرتبط بالانتماء الحزبي، أي انخراط النساء في المجال الحزبي. الشق الثاني مرتبط بالتمثيلية المؤسساتية للنساء من خلال تمثيليتهن في مجلس النواب، مجلس المستشارين، الجامعات الترابية بكل أصنافها، الجهات ومجالس جامعات جهات ومجالس عملات وأقاليم. وهذا التمييز بين الشقين مهم جدا، لأنه يحيلنا على مدى قدرة الأحزاب السياسية على تأطير النساء وتكوينهم وجعلهن جزءا من الحياة السياسية الحزبية. هذا الجزء لا يجب أن يكون مجرد آلية لتأتيت الفضاء الحزبي، ولكن يجب أن يتحول إلى آلية لمشاركة النساء في صنع القرار الحزبي وفي التأثير فيه. وبالتالي أعتقد على أنه اليوم بعد 11 سنوات على إقرار الدستور المغربي ديال 2011، وبعد إقرار هيئات المناصفة وتكافؤ الفرص داخل الهيئات الحزبية، علينا أن نقيم عمل هذه الهيئات، ماذا قدمت، كم أثرت، هل أثرت في القرار الحزبي، هل ساهمت في صناعة القرار الحزبي. أظن على أن هذه الأسئلة الطرح ديالها والإجابة عنها يختلف من حزب إلى آخر. هذا في المجال ديال الشق الحزبي، خاصة على أنه انسحاب العمل التأطيري النسائي من التأطير الحزبي المحض إلى جعله مقوقعا داخل التنظيمات النسائية أو داخل هذه الهيئات، هيئات المناصفة وتكافؤ الفرص، جعل على أنه المجتمع المدني والمجتمع الحقوق المدني والمجتمع الحقوقي النسائي يشتغل ويفعل بشكل أكبر في مجال تقويات المشاركة السياسية للنساء. هذا بالنسبة للعمل على مستوى العمل الحزبي. أما على مستوى العمل التمثيلي ومستوى العمل المؤسساتي، فهنا يمكن أن نتحدث على مستويين من المشاركة. المشاركة من خلال جامعة الترابية، وهنا تحدث عن تجربات انطلقت منذ 2009 سنة 2000 انتخابات الجامعية لسنة 2009 إلى الآن. فهذه التجربة كانت هناك مشاركة تصاعدية للنساء في الحياة التدبيرية لشؤون المغاربة، سواء من خلال الجامعات، الجهات والأقاليم والعملات، ومن خلال تواجد النساء في البرلمان وفي مجلس المستشارين. هل هناك تمكين تراكمي
أقول على أنه ليس هناك تمكينا تراكميا، هناك تمكينا عدديا فقط، أي أنه في كل سنة في كل ذا مناسبة لمناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات نقر آلية للتمييز الإيجابي لصالح النساء. هذه الآلية هل هي آلية تراكمية أم آلية تقطع مع التجربة ومع التراكم؟ أظن على أنها آلية تقطع مع التجربة ومع التراكم. السيدة بشرى والسيدة الإدريسي اشتغلنا كثيرا، لطيفة والإدريسي اشتغلنا كثيرا من خلال تنظيماتهن الجمعوية على مراقبة سير تطور تواجد النساء في المؤسسات المنتخبة، وأعتقد على أنه من ترشحنا في سنة 2009 في إطار الجامعات المحلية جزء كبير منهم لم يستمرنا في العمل السياسي إلى الآن. نحن أمام وضع لا يساعد على جعل التجربة النسائية تراكم بما يخدم تطور حقوق النساء بشكل عام، وبما يخدم تطور تواجد النساء في صناعة القرار السياسي في بلدنا، وبما يخدم أيضا تطور الحضور النسائي داخل الحقل المؤسساتي المنتخب. وهذا التطور بشكل كيفي سينعكس لا محالة على وسينعكس لا محالة على تنزيل كل ما تطالب به النساء المغربيات من خلال الأصوات الحرة التي تنادي دائما وتشتغل دائما على تغيير أوضاعهن، ومن خلال رصد لمشاكل النساء سواء في الجانب السياسي. قد أبدو متشائمة بعض الشيء أو أعطيت تقييم سلبي بعض الشيء في هذا المجال، لكن أفضل أن أكون واقعية وأفضل أن أتحدث تحت رقابة السيدة الإدريسي والسيدة بشوى، لأنهم يعرفون جيدا وعن قرب من خلال التدريبات والتكوينات التي تنظمها المنظمتين التي يشتغلوا فيها للنساء المستشارات الجمعيات، ويعرفون تطور مسارهن. يعني أنه شحال بدينا 2009 وحال استمر من 2009 إلى طيب. أعتقد على أنه مجال التمكين السياسي ما زال طويلا، عن يختلف الأمر من حزب إلى آخر، لكن درب النضال والاشتغال على هذا الأمر ما زال مستمرا وقويا. ودليلي في ذلك سيدتي جوهرة هو أنه نفس الوجوه ما زالت تشتغل، ما زالت صامدة تبحث عن التأثير في القرار السياسي سواء الحزبي أو الوطني. لسنا سياسيات لنؤتت المجال، نحن سياسيات لنصنع سياسات بلادنا. طيب أمر إلى السيدة سعيدة الإدريسي. أهلا بك سيدتي، أنا سعيدة باستضافتك، كل عام وأنت بخير. أريد أن أسألك أولا عن حصيلة مدونة الأسرة، هل فعلا جعلت واقع السيدة أفضل؟ أهلا وسهلا، وكل عام ونحن نتمتع بالحقوق حتى كل 8 مارس ونحن ننتزع الحقوق حتى نصل إلى المساواة في حقوقنا. مسألة المدونة يعني بعد الآن 14 سنة من مدونة الأسرة أبانت على أنها لم تحل مشكلات عدة بالنسبة للنساء. مدونة الأسرة رغم أنها لما ظهرت في 2004 كانت بالكل يقول أنها ثورة، أنها غيرت الكثير من أوضاع النساء، ولكن بعد تنفيذها بنوا الإشكالات التي تطرح. مثلا المسألة ديال الولاية القانونية، المدونة الأسرة تمنح الولاية القانونية للرجل دون للأم للأب دون 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 الأم، والأم يمكن أن تحتضن وتربي وتقري وتدير كل شيء، ولكن القرارات الحاسمة بالنسبة للطفل ماشي هي اللي كتاخذها الأب، لأنه هو اللي عنده الولاية القانونية. حتى لبغى أنها تنقلوا البنت ولا الوليد ديالها من مدرسة لمدرسة، خص
الاب هو اللي كيقرر، الملف ديال المنحه مثلا هو اللي كيعمره، اي قرارات مثلا عمليه جراحيه اي حاجه الاب هو الذي له الولايه القانونيه، وهذا حيف تجاه النساء، اي كيعتبرهم القانون باقي ديك الادوار التقليديه في مدونه الاسره، ان المراه هي تحضن وتربي وتطيب وتوكل وداك الشيء، ولكن بالنسبه للقرارات لهذا الحاسمه الاب هنا ليقرر ولياخذ القرار. ومع الاسف ان حتى في حاله طلاق وكتكون الام مثلا هي عندها الحضانه وهي اللي حتى النفقه ما كتاخذهاش، حتى النفقه ما كتوصل ليهاش، ف كتكون هي اللي هازه وليداتها، هي اللي كتصرف عليهم وكتوكلهم وتشربهم وتقريهم، ولكن في القرار مثلا اي قرار خاص بالابناء ديالها هي مطالبه انها تجيب الاب. هذه اولى الاشياء. ثاني الاشياء، حنا في الحركه النسائيه طالبنا بان ما يكونش منع التعدد. جات المدونه ودارت التعدد بشروط، ولكن دوك الشروط كنعرفوا بان هناك تحايل، لان كاين الماده 16 اللي منها كيدخلوا الناس اللي الرجال اللي بغاو يتعدوا كيديروا التوثيق الزوجيه ولا حتى تزويج الفتيات القاصرات. اذا ها هي هفوات اللي بينات على ان بزاف القضيه ديال التمييز في الارث كذلك، فالمدونه ما جابش المساواه بالنسبه في الارث. وملي كنهضروا على تدبير شان الاسره بالمساواه بين الرجل والمراه، المساواه ليست عرضانيه نهائيا، هي المساواه فقط انها تدبير اسريه، ولكن ما كنلقاوهاش في مواد اخرى. النقطة الأخرى كذلك المسألة ديال الطلاق، كانت المطالبة كتعرفوا بأن كانت مع مدونة الأحوال الشخصية كانوا كنقولوا النساء تيبقاو معلقات، ما هي مزوجة ما هي مطلقة 10 سنين، والنساء كتسنى الطلاق ولا المرأة كتسنى ذاك الطلاق، كان هناك واحد المعاناة كبيرة للنساء. إذا جات مدونة الأسرة تحل هذا المشكل ودارت ديك المادة ديال التطليق للشقاق، أن المرأة لا بغات تطلق ما عندهاش انها تدير الاثبات وتثبت انها عندها، لا كتطلق بسهوله، ان كيبت في الطلاق ديالها بسهوله. الان تطليق الشقاق ولاو كيستغلوا حتى الرجال باش ما يخلصوش بزاف المسائل. اذا هادو من بين الاشياء، وهناك اذا في التنفيذ هناك كذلك عدم معرفة النساء بهذه المدونة الأسرة على علتها. الآن هي الآن ملي كنشوفوا الدستور اللي كيقول المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية، أول حاجة كنخص الدار هي أن تفتح ورش إصلاح الجدري لمدونة الأسرة، لأن لا يعقل الآن أن مدونة الأسرة في الفصل الأخير في المادة الأخيرة ديالها 400 كترجعك إلى وحل القاضي ولا شي حاجة، رجع الفقه المالكي، بينما حنايا في وضع اخر، وبقى طيب. في دستور كيعترف بالقوانين بالمساواه الى اخره. فهادو بعد الاشياء اللي هذا. لا سمحتي لي الاخت زهره، غير غنبغي نضيف المكتسبات ونهضر عليها اللي قبل قالت الصديقه لطيفه بوشوى. من اهم المكتسبات اللي كانت كذلك ان الاعتراف القانوني بالنساء السلاليات في أراضي الجموع كصاحبات حق بصدور قانون 62/17 اللي كيعترف بأن النساء والرجال اللي هما في أراضي الجموع يستافدوا من عائدات أراضي الجموع. طيب واضح تمام. طيب أعود مرة أخرى إلى السيدة لطيفة، نريد أن نتحدث عن العوائق. سيدة لطيفة، كل سنة نلتقي في نفس المناسبة ونعطي تقريبا نفس الحصيلة أو على الأقل الملحمة الكبرى لها، ما هي العوائق الحقيقية التي تحول دون أن تأخذ المرأة حقوقها كاملة؟ طبعا قبل ما نجاوب على السؤال، هناك عدد من الإضافات فيما يتعلق بالمكتسبات على هساستها ذكرت الأخت
الصديقة سعيدة، قانون السلاليات، كاين قانون 103 على 13، قانون متعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، كاين قانون ديال العمال المنزليين، كاين إلغاء فصل زويج ديال القانون الجنائي الخاص بالزويج المغتصبة المغتصب. إذن كاين مكتسبات ملي تنذكروها تنعددوها لأنه هي اعتراف بعمل وبنضال الحركة النسائية والقوى المدافعة عن حقوق النساء وأيضا بالإرادة وبالانفتاح. إذن ما تيمكنش نذكروا نهائيا هذه المكتسبات، ولكن تيمكن قد يرد عليك البعض ويقول هناك ترسانة قانونية، هناك دستور، هناك عدة آليات، ولكن التفعيل يبقى دائما بعيد المنال. المشكل هو في التنفيذ سيدة لطيفة. نعم نعم، لا لا قبل التنفيذ لابد أن نلاحظ أنه بعد دستور 2011 كان هناك بطء وتأخر في أولا إخراج قوانين ملائمة للدستور والمواثيق الدولية. نحن لاحظنا كلنا كمكونات الحركة النسائية والحقوقية على أنه إذا كانت هذه القوانين مكاسب وحققت تقدما في مساويات متعددة تبقى ناقصة ولم تستجيب لتطلعات الدستورية وتطلعات الواقعية اللي كاينة على مستوى لماذا الواقع. لماذا سيدة لطيفة لماذا؟ لماذا؟ لأنه في السابق وبكل صراحة كان هناك انسجام فيما يتعلق على الأقل بالمرجعية، كان هناك خط تصاعدي للمغرب فيما يتعلق بالممارسة الاتفاقية وبالخطاب وبالمرجعية. بعد 2011 مع الأسف الشديد وهذه ضمن العوائق وجدنا أنفسنا أمام ازدواجية وأمام تردد في الإرادة، ازدواجية في بين الخطاب والممارسة. نقدم للمنتظم الدولي خطابا بمرجعية حقوق الإنسان الدولية وبدستور مغربي فيه سمو الاتفاقيات إلى آخره، وحينما نأتي للتشريع ولإخراج هذه القوانين نخرجها معيبة وناقصة. صحيح فيها مكتسبات فيها تقدم، ولكن كنا نأمل أن تكون أحسن بذلك، لأنه حينما تكون المرجعية الدستورية واضحة ويتم تفسيرها بشكل إيجابي كما نقول دائما أنه التفسير الإيجابي هو مع التقدم ومع تكريس الحقوق وتكريس الحريات الجماعية والفردية. قلت أنه كاين هذا الازدواج في الخطاب، تناقض ما بين الخطاب والممارسة، كاين ازدواجية في المرجعية، هناك أشياء نقدم فيها المواثيق والدستور، وحينما يتعلق الأمر بأشياء العلاقات الأسرية كما ذكرت الأخت أو الصديقة السعيدة نعود إلى التفسيرات الفقهية والتفسيرات التشريعية الشرعية، ومع الأسف ليست المتنورة التي يمكن أن تقدم الأمور، ولكن نعود إلى الأشياء التي تكبر تقدم العلاقات الأسرية، مع العلم أنه كانت هناك جرأة في سنة 2004 وحلت بعض المشاكل، وهناك مشاكل عالقة ذكرتها بتفصيل الصديقة سعيدة في كل مستويات مدونة الأسرة ينبغي التوجه نحو حلها وملائمتها مع الدستور. المعيقات هي أيضا ثقافية كثيرة واستمرار نظرة الدنيا رغم ريادة النساء ورغم أدوارهن الأساسية، وهذا يرتبط بالعقليات وبضرورة الاشتغال عليها. هناك ضعف وغياب حرية الاختيار لدى الفتيات والنساء في لحظات مهمة من حياتهن، وهذا يترك المجال لتحكم في مصيرهن وفي مستقبلهن. طبعا ما تنهضرش بصفة عامة، ولكن في خاصة في بعض الأسر والأوساط. هناك أيضا ضعف البرامج التثقيفية والإعلامية. نعود الآن لنقول أنه بمناسبة 8 مارس تكون أنشطة مكثفة وتكون إعلام كله معباء من أجل التحسيس بحقوق المرأة وبالمساواة. نتمنى أنه هذا المنهجية تستمر وهذا النشاط يستمر. لماذا يتم القطع ولماذا تكون المناسباتية أولوية وطبعا بنسق وبانسجام. في جانب التمكين الاقتصادي هناك مشاكل كبرى مثل مغادرات الدراسة بسبب الزواج،
كنا قد أفردنا حيزا واسعا من ساعتين للحديث عن التمكين الاقتصادي. أريد أن أعود مرة أخرى إلى السيدة حنان رحاب، أثرت نقاط مهمة فيما يتعلق بالتمثيلية النسائية. سيدة رحاب، لماذا تبدو هذه التمثيلية رغم كل القوانين لا تساعد المرأة أبدا في الوصول إلى تمثيلية مناسبة تعكس وجودها الحقيقي في المجتمع؟ سيدة رحاب، أولا أريد أن أقر لأنه التقدم الذي حققته النساء المغربيات في المجال السياسي ولتطور حضورهن في المؤسسات المنتخبة أساسا هو نابع من إرادة البلد، البلاد، الناس القائمين على هذا البلد. بمعنى أنه طبعا من التنظيمات النسائية اشتغلت بشكل كبير على إقرار اللائحة الوطنية في 2002، استمرت بنفس المنهج في 2007، استمرت 2011 ورات 2011 بإرادة مشتركة من خلال الدستور، من خلال التعديل الدستوري للدستور 2011 وإقرار فصل 19، ومن خلال أيضا الرغبة ديال الانتقال نحو المساواة وتكافؤ الفرص. في 2006 اليوم وحنا تناقشوا انتخابات المشاريع الانتخابية ديال انتخابات 2021 وصلنا لواحد الواقع هو كالتالي، وأنه دائما ستبقى النساء محصورات في اللوائح وأنهم محصورات في التمييز الإيجابي وفي المشاركة السياسية داخل المؤسسات المنتخبة من خلال نظام الكوطة أو لا نظام اللوائح. نظام اللوائح اليوم في البرلمان هناك مقترة القانون الذي صوت عليه مجلس النواب، مجلس النواب هو لوائح جهوية، بمعنى أنه ليست هناك آلية لأن نجعل من النساء قادرات على أن يحصلن على مقاعدهن داخل مجلس النواب من خلال الدوائر المحلية. إذا ما رجعنا إلى تطور اللي عرفته المشاركة النسائية داخل مجلس النواب أساساً من 2002 إلى الآن، عدد النساء اللواتي ولجنا إلى قبات البرلمان من خلال الدوائر المحلية قد لا يتعدى الدوائر المحلية منذ 2000 يعني على أقصى تقدير 8، ممكن هذا الرقم حققناه، الرقم 8 ولا 7 حققناه في بالضبط حققناه في الانتخابات الأخيرة ديال 2019. بالتالي أعتقد على أنه لولا تقديم وزارة الداخلية بالمقترح ديال أنه نجعلوا 90 مقعد كاملة مخصصة للنساء لا 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 ما كنا سنرى سنحقق على الأقل هذا الرقم داخل مجلس النواب. أريد فقط أن أسأل إذا تفضلت سيدة رحاب، هل هذه هي التمثيلية تساعد على وصول السيدات الجديرات فعلا بالتمثيل إلى مراكز القرار؟ سيدتي، أنا عندما قلت لك رقما وأنه منذ سنة 2002 عند اعتماد اللائحة الوطنية، نعم، مناضلات أمامي والمواطن المغربي يراقبنا ويتابعنا، إلى الآن مرينا ب 2002 2007 2011 2016 وهذه يعني اربع تجارب انتخابيه كانت فيها اللائحه الوطنيه اليه لتمثيليه النساء داخل مجلس النواب. بالموازاه معها لم تستطع النساء ان تصلن الى قبه البرلمان من خلال الانتخاب المباشر عبر اللائحه المحليه الا يمكن في ثمانيه الدوائر هذه المرحله كامله، وكان هذا الشيء كانت الأقصى عدد وصلت له هي في سنة 2016. أنا أسأل كذلك سيد رحاب إذا تفضلت عن من يصلنا فعلا إلى هذه المراكز، هل بالضرورة تصل أفضل ما الموجودات على الأقل؟ أنا لست في وضع لأحكم على اختيارات الأحزاب، في اختيارات الأحزاب من تختار لتكون في اللوائح الجهوية أو اللوائح الوطنية، لكنني مسؤولة على الحديث عن حزبي. مثلا في حزبي منذ 2002 إلى الآن تم اختيار المناضلات داخل الحزب، سواء المناضلات المعروفات على المستوى الوطني أو المناضلات المنحدرات من الجهات والأقاليم. على الأقل نموذج أمامكم، مثلا أنا كنت البرلمانية الآن عن لائحة الشباب، عن لائحة الشباب مع حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية، انتمائي إلى الحزب كان منذ 27 سنة إلى الآن، يعني العمل ديالي النضالي واليومي والتواجد ديالي هو الذي بوأني إلى أن أصل
هذه المرتبه، طبعا بدعم من كل المناضلين والمناضلات داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه. لست اهلا بان اقيم باقي الاحزاب، لكن ما يمكنني ان اقول لك زعما بصدق انه النساء اللواتي يلجن البرلمان عن طريق اللائحه هن الاكثر حضورا وتواجدا داخل البرلمان، سواء داخل اللجان وداخل يعني في الحياه البرلمانيه. واضح تماما. تواجدا بشكل كبير جدا، لا يغيبن عن الحضور، يشاركن في اشغال اللجان وفي الجلسات وفي المراقبه الحياه، مراقبه الحكومه وفي تقييم السياسات العموميه. واذا ما انجزنا دراسه حول منسوب المساهمات النسائية داخل مجلس النواب بالمقارنة مع منسوب المساهمات الرجال المنتخبون على الدوائر المحلية، قد نكتشف على أنه هذا منسوب النساء أقوى من منسوب الرجال. أنا بالنسبة لي نشرك سيدة سعيدة، إذا سمحتي نشرك سيدة سعيدة كذلك في الحوار معنا. سيدة سعيدة، إلى أي مدى كذلك تساهم مع الأفكار النمطية في تعطيل وصول السيدات إلى المناصفة التي نرغب فيها جميعا؟ فعلا الصور النمطية والأدوار النمطية لها دور سلبي وتؤثر كثيرا على ولوج النساء إلى مراكز القرار، إلى ولوج النساء إلى التعليم، إلى التكوين، إلى آخره، لها ثقلها، وهي جزء من الموروث الثقافي. نحن في مجتمع ذكوري، وهذه الصور النمطية تصل حتى عند أصحاب القرار. لما وانا اتمن ما قالته الصديقه، فالمساله ديال لما يطلب من الاحزاب مثلا اعطاء داك اقتراحات لمراسم القرار للعليا، نرى يقترحنا اغلبيه الاقتراحات تكون من رجالا وليس نساء، بينما نحن نقول أن هناك الأخذ بمبدأ المناصفة. المسألة ديال الإرادة، المجتمع الذكوري نراه كذلك متحكم حتى في الأجهزة ديال الأحزاب السياسية. أغلبية الأحزاب السياسية الأمناء العامون رجال، وفي الأجهزة التقريرية أغلبية كاين رجال، فهذه مسألة اللي كتعطي مؤشر، والمؤشر كذلك أن المغرب من ما مصنفته ترتيب الاتحاد الأوروبي للبرلمانات الدولي للبرلمانات 114، لأن ما وصلش، هو أقل معدل العالمي اللي كيوصل 25.6% ديال النساء في البرلمانات العالمية. مثلا تشوفوا السنغال اكثر منا 45% من 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 في البرلمان نساء. اوراندا ما هضرش على رواندا اللي فيها اكثر من 60%. اذا فعلا هناك الاراده السياسيه كما ذكرت الاخوات، وهناك المساله ديال ان القضيه ديال الفكر الذكوري حاضر. وثالثا كذلك لا يمكن ان نتكلم عن لماذا، ما هي المعيقات؟ المعيقات كذلك قانونيه. ولكن سيده سعيده، الا ترين انه في بعض الاحيان او في الكثير من الاحيان هناك سيدات مقتنعات بهذا التفكير الذكوري؟ لا نعم، ولكن هذه السيدات فين ترباو؟ ترباو في مجتمع ذكوري، في ايديولوجيا ذكوريه، قال لهم في هذا الايديولوجيا الذكوريه وهذا المجتمع الذكوري العيالات نساء هكذا خصهم يكونوا، ورجال هما اللي صحاب السلطه وهما اللي يقدروا يعنفوا، يكونوا السلطه، يكونوا وزير، يكون الى اخره. ولكن نحن نملك ان نسمع ولا نصدق. لا ولكن لكي تسمعي ولا تصدقي خص التعليم، لانه قناه من القنوات التنشئه الاجتماعيه. صحيح. يعطيك ادوات اللي تقولي تتسائلي لماذا انا هك، لماذا انا لا اتمتع كاخي او كولد بهذا في اللعيب الى اخره، ولا بينما هو له الحريه. اذا يجب ان تكون المناهج التعليميه ان تعطيك وسائل نقديه، وسائل لتتساءلي وتكون عندك مناهج ترفع وعي النساء، وتكون هناك حتى الاعلام يلعب هذا الدور. فلما تكرس
قنوات التنشئة الاجتماعية، هذه الأدوار النمطية التي تكلمتي عنها، أو القنوات التنشئة الاجتماعية اللي هي الأسرة، الأسرة كاين المجتمع، كاين الشارع، كاين وسائل الإعلام، كاين المدرسة، كاين الآن كاين المواقع التواصل الاجتماعي. إذا النظام الباترياركي جميع الوسائل في بين يديه وجميع السلطات، عنده جميع السلطات لتكريس إيديولوجية ذكورية حتى عبر القوانين، ليس فقط التقاليد والعادات والتأويل الديني إلى آخره، باش كتشوفوا شي رجال الدين كيخرجوا بشي فتاوي خارجة على إطار ما يمشي فيه المغرب من ديمقراطية ومساواة وما يقول به الدستور، حتى خارج إطار المنطق سيدة سعيدة، حتى خارج إطار المنطق صحيح. والخرافة في بعض الحالات مسائل خرافية، ولأن نسبة الأمية مرتفعة لدى النساء فهذا كذلك مؤشر أن النساء هم سهل أن نعمل بهم ما نعمل، لما نقولهم الدين يقول هكذا والتقاليد كتقول هذا، تنقول لها ودي كتقول هذا الشيء اللي كاين فهدي، ولكن ملي كيمشي وملي كيكون عندها دستور ونرى أن ما زال هناك قوانين تمييزية ضد النساء، منها قانون هذا أحوال قانون الأسرة، مدونة الأسرة، القانون الجنائي إلى آخره، فتنزيل الدستور، إيه الدستور هو أعلى أسمى أكيد قرب المساواة، وهذا لا يكفي، تنزيل الدستور خصو يتنزل بقوانين تنظيم، بقوانين تنظيمية اللي كتحيد ما كل ما هو تمييزي، وجعل المساواة هو المبدأ العرضاني للقوانين، للسياسات العمومية، لكل المسائل اللي يمكن توصلنا للمساواة. بينما الآن نرى العكس، الأرقام تتكلم، ملي نسبة البطالة عند النساء إلى آخره، ملي كنهضروا على نسبة الأمية، الزواج القاصرات، فأين هي، أين نحن من الدستور، أين نحن من السياسات العمومية التي يجب أن تواكب مسار المغرب نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين إلى، فهذه كلها تساؤلات اللي طيب احنا دكتور. براسنا كنتسالوا عليها. طيب ما اعود الى السيده لطيفه بوشوى، في خلال حديثنا تذكرنا عن وتحدثنا عن الافكار النمطيه. سيده لطيفه، من المفروض ان الاسره هي التي تحمي الفتاه، ولكن عندما تكون هذه الاسره هي التي تمارس العنف احيانا الجسدي والنفسي، وترسخ هذه الصور النمطيه وترسخ فيها افكار ستقضي حتما على استقلاليتها وشخصيتها، كيف نحمي الفتيات داخل الأسرة، الأسرة التي من المفروض أن تحمي الفتاة خاصة وهي صغيرة وتسلحها بالكرامة على الأقل؟ سيدة لطيفة سمحتي سؤالي؟ ما سمعتش. طيب أعيد سؤالي، سألتك إن كانت من المفروض أن الأسرة هي التي تحمي الفتاة عندما تكون صغيرة، ولكن الواقع أن الكثير من الفتيات يتعرضن للظلم، يتعرضن للتعنيف الجسدي واللفظي، وتخرج الفتاة محطمة حتى وهي طفلة صغيرة، كيف نحمي هذه الفتاة داخل الأسرة التي لا تسلحها على الأقل بكرامتها وحقها في تقرير مصيرها، وأن تكون سيدة نفسها بتعليمها أولا، أو على الأقل بحرفة تحميها من غدر الزمن؟ هذا موضوع شائك في الواقع، هو أنه العنف بصفة عامة داخل المجتمع، العنف في الفضاء العام وفي الفضاء الخاص هو متفشي بشكل كبير، ويمكن العودة إلى تقارير المنظمات غير الحكومية والنسائية التي تشتغل في المجال والتي تسجل ارتفاعا مضطردا لمظاهر العنف ضد النساء في كافة أشكاله. طبعا يتصدر العنف النفسي هذه الأشكال من العنف، أيضا بتأكيد من المندوبية السامية للتخطيط أن امرأة من اثنين تعرضنا للعنف خلال حياتهن، أنه الفتيات أيضا يتعرضن لأشكال العنف ومظاهره الرمزي والمؤسساتي وفي الفضاء العام والخاص، وكل أشكال
التحرش الجنسي إيجابي، أنه هناك مجهودات الآن في مجال مقاومة، وهناك وعي إلى جانب عمل منظمات غير الحكومية وعي رسمي بهذه الآفة، وهناك تجنيد لمقاومته رغم النواقص دائما التي نشير إليها. ولكن أقول على الأقل أنه هناك الآن رفع هاد آلية ديال مناهضة العنف تجاه النساء أيضا من الجانب الحكومي، رغم نتحدث كثيرا على النساء. عن الفتيات. سيدة لطيفة، أريد أن نتحدث كذلك عن الفتيات الصغيرات، كيف نحميهن وهن صغيرات؟ الفتيات طبعا أنا جاي الإشكال هو مشكل جد حساس، لأنه صحيح كما قلت من ضمن العوائق هو أنه غالبية الفتيات في أوساط متعددة يحرمنا من حرية الاختيار، من حرية اختيار في عدد من مظاهر الحياة. وأكثر من ذلك كما قلت أنهن يتعرضن للعنف الجسدي والعنف النفسي. الجسدي، إذا كان عملا مسموحا به وربما في تسامح في لدى أجيال قديمة، الآن أصبح غير مسموح نهائيا، يحطم الكرامة ويحطم حاضر ومستقبل الفتيات، لا ليس فقط داخل الأسرة ولكن في كل المجالات. مفروض الانتباه واليقظة لهذا المشكل ضد الفتيات، لأنه لم يعد كما قلت مسموحا بهذا العنف. هو يحطم أجيالا ويكسر مطامح النساء وطموحاتهن، سواء في التعليم أو في العمل أو في إدارة الشأن العام بشكل عام. وأعتقد أنه أقبح أوجه هذا العنف أيضا الرمزي هو تزويج القاصرات، والمدونة الآن لا زالت تسمح بهذا التزويج رغم الصيحات ورغم كل الترافعات التي يقوم بها الفاعلون والفاعلات في المجال، من كون تزويج القاصرات هو اغتصاب للطفولة وحرمان من التعليم، هو له تداعيات وآثار وخيمة على الفتاة وعلى الأسرة بشكل عام. أيضا مفروض أنه الفتاة مكانها الطبيعي هو في التعليم وليس في القاصر وليس في بيت زوجية. أعتقد أنه هذا تزويج القاصرات يجب أن يلغى إلى جانب كل ما ذكر فيما يتعلق بتغيير مدونة الأحوال الشخصية، وأن يولي للتعليم وللتثقيف أهمية خاصة بالنسبة للفتيات، وأن تكون هناك استراتيجية خاصة بمناهضة العنف ضد الفتيات حقيقة، لأنهن الأطفال والفتيات في طريق التنشئة أو في طريق بناء مستقبل طيب تهدر كرامتهن. طيب أمر إلى السيدة حنان رحاب. سيدة حنان، أرجوك أن نتحدث عن دور المدرسة. مرات تكون جهنم في البيت وتكون جهنم أخرى في المدرسة. ما مسؤولية المعلمين سيدة رحاب في أن نحمي الفتيات خاصة من الهدر؟ تعرفين في زمن الأزمة، في زمن الحروب، في زمن المآسي، الفتيات، الطفلات، النساء، السيدات هن اللواتي يدفعن الثمن الباهظ جدا. أعتقد على أنه الدور ديال المدرسة بشكل عام مهم جدا في تعليم المتعلم، سواء كان فتاة أو فتى. صحيح. الآليات احترام المساواة وآليات احترام حقوق الآخر، هذا الآخر يمكن أن يكون ذكرا كما يمكن أن يكون أنثى. الأصل وأن نجعل من هذا من التعليم آلية لتقريب حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان بكل تجلياتها للمتعلم الطفل وللمتعلم المراهق وللمتعلم الشاب. أعتقد على أنه اليوم مشكل الفتيات داخل المدارس، وهنا أتحدث عن شقين، الفتيات اللواتي يدرسن بالمدرسة العمومية وليس بمدارس القطاع الخاص، مشكل يرتبط بالهدر المدرسي ويرتبط أيضا
بعدم معرفتهن ببعض علامات العنف التي تمارس عليهم داخل الفضاء المدرسي، وبعض علامات التحرش الذي قد يمارس عليهم عليهن داخل هذا الفضاء. ونحن نقول على أنه هاد علامة التحرش أو هاد علامة العنف لا 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 ليست الفتاة هي الضحية فقط، ولكن يمكن أن يكون الفتاة التلميذ هو ضحية أيضا لهذه الممارسات. نحن أمام وضع يتطلب منا استراتيجية واضحة تمكين الفتيات والفتيان اللي تدرسوا في المدارس من آليات إدراك هاد أنواع ديال العنف، سواء كان العنف المدرسي العنف المادي والتحرش، وأيضا إدراك حقوقهم بشكل عام. لا أعتقد أنه نحن في وضع يسمح لنا في للتمييز بين الفتى والفتاة إذا تعلم. ونسبة أنا سألت هذا السؤال لأن نسبة الهدر المدرسي عند الفتيات في الأماكن النائية في البوادي هو أكثر بكثير سيد رحاب. هي عند الفتيات مرتفعة بشكل كبير، لأنه هو واقع ينهال من الواقع المرأة المغربية بشكل عام. نعم. نحن قبل قليل كنا نتحدث عن زواج القاصرات، قبل قليل كنا نتحدث عن عاملات المنازل، أغلبهن هم الفتيات كانوا ضحايا الهدر المدرسي. نتحدث عن الفقر بصيغة المؤنث، وهذا الفقر بصيغة المؤنث غالبا تيمس الفتيات أيضا اللي ما استطعناش يكملوا الدراسة ديالهم. ولكن بشكل عام عندما نقوم بعمل توعوي وعمل تكويني وعمل تأطيري، فإننا نوجه للجنسين معا. إلى الآن هذه اللحظة، قد إلى الآن في هذه اللحظة حتى داخل أحزابنا السياسية وحتى داخل جمعياتنا وحتى داخل أماكن العمل، عندما نوجه الحديث فإننا نوجهه للجنسين. ما زالت إعمال حقوق النساء وإدراكها وإعمال المساواة وتمثلها هو ورش يحتاج إلى تكوين وتأطير للجنسين معا، لأن الحديث عن العقلية الذكورية وعن الثقافة الذكورية ما يمكنش يكون حديث غير هكا، حديث يتطلب المواجهة الناعمة، وهذه المواجهة الناعمة يمكن تكون من أسمى سبلها وطرق لهذه المواجهة وأنه نديروا تكوينات للفئتين معا، سيكون الأمر جيدا. أريد أن أقول لك شيئا سيدتي وأقرر لك بشيء، أن أغلب التكوينات التي تكون حول حقوق النساء غالبيتها في الغالب تستقطب فقط النساء ولا تستقطب الرجال. الأمر لا يحدث فقط في الأحزاب السياسية ولا في التنظيمات المجتمعية، يعني في التنظيمات المدنية، تحدث أيضا في المؤسسات الرسمية في البلد. يكون تكوين دائما يخص به النساء ولا يكون مشتركا، بمعنى أنه إذا ما أردنا أن نقضي على كل المعالم وصور لا مساواة ولا تكافؤ الفرص ولا احترام لحقوق النساء وحقوق الإنسان بشكل عام، علينا أن نشتغل على برامج وتكوينات تمس كل الفئات المجتمعية بشكل واضح وصريح. سيدتي اسمحي لي جوهرة، بغيت غير فقط نرجع لواحد في أقل من دقيقة عندنا موجز مباشرة. في أقل من دقيقة، في المجال الاقتصادي والمالي في المغرب هناك نساء يصنعن القرار في هذا المجال، في مجالات رياضية هناك نساء يصنعن القرار في هذا المجال. فقط ما زالت النساء في الحياة السياسية ما زالت نسبة تواجدهن ومساهمتهن في صناعة القرار متخلفة جدا، علما أنهن يؤثرن في مشاركتهن في الحملات الانتخابية لصالح الرجل في اختيار رجل كمرشحا وكناخبا وكمسيرا وكمدبرا لتلك الجماعة وذلك الإقليم وذلك العمل وذلك وتلك الجهة. شكرا جزيلا لك سيدة رحاب. سنذهب مباشرة لمتابعة موجز لأهم الأخبار، نعود بعده لاستكمال حوارنا هذا، نرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في هذا البرنامج الخاص الذي نخصصه احتفاء باليوم العالمي للمرأة. اليوم نتحدث عن إنجازات المرأة المغربية بين الواقع والتحديات. أمر مرة أخرى إلى سيدة سعيدة الإدريسي، أهلا بك مجددا سيدتي. ما أخبار المرأة في سوق العمل؟ كيف يبدو لك واقعها المعاش؟ سوق العمل خاصة في ظل جائحة كوفيد، فأبانت الأرقام قبل كوفيد، ولكن في 2020 أن نسبة البطالة وصلت عند النساء 23.5% حسب مندوبية السامية للتخطيط، مقابل 13.2% لدى الرجال في المجال الحضاري. أما في المجال القروي ف 15.6% لدى النساء و 11.5% لدى على مستوى الأجور. كذلك هناك تفاوتات لا بالنسبة خاصة في القطاع الخاص، النساء لا يأخذن نفس أجر الرجل بالنسبة لنفس العمل. وكان نتكلم هنا على العاملات في الحقول، في المزارع، في المعامل إلى آخره. النشاط الاقتصادي وما هذا هو الذي يسائل، ويجب أن يسائل الحكومة، لأن النشاط الاقتصادي تقلص بالنسبة للنساء مرة من 30% 1999 إلى الآن 19.4% حسب مندوبية السامية للتخطيط وحسب بحث او دراسه ديال وزاره الماليه خرجتها الله اليوم في 8 مارس. فهذه المساله ديال النشاط الاقتصادي للنساء، واللي وخصنا نذكروا بان كثير من النساء ما بقاوش خدامات لانهم صرحوا من اعمالهم في القضيه ديال الجائحه، انهم فقدوا رزقهم، او سواء خاصه النساء اللي كيشتغلوا في الاقتصاد الغير المهيكل. هل تعتقدين سيدة سعيدة أن النساء كنا أكثر تأثرا بهذه الأزمة؟ هل لنا معطيات أرقام توضح ذلك؟ المعطيات كلها، حتى معطيات المندوبية السامية للتخطيط أبانت أن النساء هم أكثر تضررا على المستوى الاقتصادي من 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 الرجال. لماذا؟ لأن أولا ما عندهمش تغطية اجتماعية، أغلبية خدامين تخدموا ما عندهمش نساس، حتى التعويضات ما جاوهمش، صرحوا من الاعمال لان ما عندهمش عقده مع صاحب الشغل. اول من يصرح من العمل هو المراه، لان وخاصه في المجال في القطاع الخاص والقطاع الغير المهيكل. كاين نساء في الحرفيات اللي كيبيعوا الخبز، ولا اللي كيخدموا في الحمامات، ولا اللي كيشتغلوا حرفه ديالهم خاصه، ما بقاوش كيشتغلوا في الحجر الصحي، وحتى في كوفيد هناك من فقد عملهم. حتى التعويضات النساء ما تعوضوش كما تعوضوا الرجال، لان الرميد اغلبيه الرميد كان كيقول لك غير رب الاسره، وتيقول لك راه رب الاسره هو اللي غيستافد. اذا انت ديك الرميد ما استفدوش منه، استفد منه الرجال، وغالبا كيكونوا نساء مطلقات وعندهم اطفال وما استفدوش من الرميد، استفد منهم الزوج اللي ما بقاش هو تيهتم بالاطفال ديالو او كيعيش معهم. اذا هاد الازمه ديال كوفيد زادت الفوارق بين الرجال والنساء من الناحيه الاجتماعيه والاقتصاديه. ستزداد النساء فقرا، هما تنهضروا على تأنية الفقر، الان سيزداد الفقر لدى النساء، سيزداد العنف لدى النساء وبنات، لان هاد الازمه بينات بزاف ديال المسائل، حتى بالنسبه ان تفاقم العنف ضد النساء داخل خاصه داخل البيوت. بزاف النساء اللي ما فقدوا الشغل ديالهم، مورد الرزق ديالهم. اذا الازمه ستتفاقم اكثر على النساء، وكتحس بها النساء اكثر، وخاصه في المجال القروي اللي النساء كتشتغل في مجالات اللي هي انتاجيه مياومه، كتخدم بالنهار في المزارع الى اخره. ففعلا الوضع الازمه الاقتصاديه تقيس النساء اكثر
فهذا هو الآن اللي هو ملاحظ لا على مستوى المغرب ولا على مستوى العالم. طيب نشكر سيدة لطيفة بوشوى واقع النساء العاملات سيدة لطيفة في العالم القروي. صحيح كما ذكر من قبل أن هناك الآن كثير من الإحصائيات والمؤشرات المقلقة فيما يتعلق النساء والرجال والأوضاع المزرية للنساء في مجال الاقتصادي أو التمكين الاقتصادي بصفة عامة وفي مجال العمل. هذه الفوارق وهذا التمييز القائم تعمق في ظروف الجائحة. لماذا؟ لأنه أصلا النشاط الاقتصادي للنساء كما قيل هو ضعيف، هو 21% وما فات أي تراجع منذ سنة 2012. هو أنه البطالة في صفوف النساء هي 14%، وتعمقت أن الفوارق في الأجور 17%، وكل هذه المؤشرات تعمقت في وقت الجائحة. الأزمة على الجميع رجالا ونساء، ولكن هذا التمييز القائم كان سببا في تعميق هو القائمة، وكل الأرقام الآن دالة على ذلك. الندوبية السامية للتخطيط، وزارة الاقتصاد بمناسبة مناقشة قانون المالية 2021 أعطت أرقاما مهولة فيما يتعلق بهذه الفوارق، وقدمت ماذا يمكن أن يقدم اهتمام بتعبئات الطاقات النسائية سواء في المجال الحضاري أو في المجال القروي للتنمية في البلاد. الآن ما هو وضع النساء القرويات؟ هذه التفاوتات ما بين النساء والرجال موجودة أيضا بين النساء بين المجالات الحضرية والميدالية مدنية، ولنعطي مؤشرا واحدا أنه النساء في المجال القروي لا يمتلكن سوى 1% من الأراضي، وبالتالي ليست لهن إمكانية إقامة مشاريع، ليست عمل منتج بمعنى أكثر الأعمال التي تقوم بها النساء في المجال القروي هي دون أجر، هي دون أجر، هن يشتغلن بدون أجر، يتعرضن للبطالة، وأوضاعهن جد 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 قاسية جدا لتوفيق ما بين العمل في الحقل وبين الأعمال في بعض القطاعات الإنتاجية والقطاعات المناولة وبين الدور المنزلي. أضيف أنه المرأة القروية هي كثيرا ما تشتغل في الحقول كعاملة زراعية، ونحن نرى ما وقع في أيام الجائحة فيما يتعلق بهذه العاملات الزراعيات، حيث أنه سواء في الوحدات الإنتاجية أو في الحقول كانت ظروفهن جد جد قاسية سواء في العمل أو لكن سيدة لطيفة هناك بعض السيدات كما تفضلت يشتغلن بكل جهد ولا يتلقين حتى أجر على هذا الجهد. تماما، ليس هناك أي أجر، بحيث أن هناك مؤشر مقلق فيما يتعلق الخدمة كأنها سكرة، لم تعد، ليس هناك ولو تعويض يشتغلنا، وهناك نسبة كبيرة سبق للمندوبية السامية للتخطيط ووزارة الفلاحة أن أعطتها، ربما تقارب 90% من النساء العاملات في المجال القروي لا يتعوضن ولا يأخذن أي أجر عن عملهن. هناك نسبة من هؤلاء النساء يشتغلن في الحقول في العمل الزراعي، وكما قلت كنا عرضة لكل أشكال كل انتهاكات، بحيث طيب. أنه في وقت الجائحة تعرضنا لأخطار، ليست لهن حماية، ليست لهن عقود، ليست لهن أوقات محددة للعمل. إذن كل هذا بمثابة ناقوس خطر بالنسبة لهذا الكم الهائل من الطاقات النسائية المشتغلة في المجال القروي ولا تتمتع بأدنى حقوقها مع بعض الاستثناءات طبعا. طيب أمر إلى السيدة حنان، ربما كل ما تفضلت به السيدة لطيفة والسيدة سعيدة يرفع عنك صفة التشاؤم عن الحصيلة التي ذكرتها سيدة رحاب. طيب سيدة رحاب، حتى عندما تكون
سيدات بشهادات عليا بخبرة كبيرة، وصولهن إلى المناصب العليا يكاد يكون استثناء كذلك. يكاد يكون استثناء إذا ما كان الاختيار غير مبني على قوانين واضحة وعلى مبدأ الكفاءة. سيدتي صدقيني، من خلال أنا عضو في لجنة المالية، نائب رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، من خلال تتبعي لأشغال لجنة المالية أرى أن الكثير من النساء المغربيات داخل هذا قطاع المالية تبوأنا مراتب عليا جدا وكفاءتهن عالية عالية جدا، بمعنى لنا أن نفخر بهن، وأعتقد على أن نفس الكفاءات توجد في كل القطاعات الوزارية، لا نراها إعلاميا لا نراها. طيب نحن لا نرى سيدة رحاب حتى المناصفة في الجهاز الحكومي مثلا؟ لا، لأنه المسؤولية مسؤولية الأحزاب، الأحزاب لا تقترح نساء. طيب لماذا لا تقترح نساء سيدي رحاب؟ نحن نعرف الكثير ما شاء الله من المناضلات هن مقتدرات كثيرا، نستقبلهن في الحوارات السياسية ونرفع لهن القبعة. عزيزتي يعني أعتقد على أن ميديان تي في وأنت أدرت حوارات كثيرة في هذا الأمر، النساء المغربيات السياسيات والجمعويات والحقوقيات أفردنا الكثير من المبررات ومن العوامل التي لا تساهم في طرح أسماء النساء كوزيرات. صدقيني الخلل داخل الأحزاب السياسية، الخلل لا يوجد الآن في القوانين الوطنية، الخلل يوجد داخل الأحزاب السياسية، الأحزاب السياسية هي التي لا تقترح النساء. اللهم إذا كان شي حزب عنده 3 أو 4 ومن باب التأتيت أو من باب المجاملة يقترح سيدة، قولي لي سيدتي ألا نستحق أن تكون لدينا مثلا وزيرة للداخلية، رئيسة حكومة، وزيرة للمالية، وزيرة للاقتصاد، وزيرة للصناعة؟ إذا ما قررنا أيضا درسنا دراسة بالحقائب التي تحملتها النساء المغربيات على عددهن القليل وزيرات، ما نس في التضامن، وزارة التضامن والتنمية، وزارات مرتكبات دولة مرتبطات بوزير آخر والذي يؤشر على عملهن وكذا. أنا أعتقد على أن المشكل الحقيقي والبنيوي هو مشكل داخل الأحزاب السياسية وليس داخل، ولا يتعلق بقوانين ولا يتعلق بإرادة سياسية وطنية، الأمر يتعلق بإرادة داخلية داخل الأحزاب السياسية. أعتقد على أنه النظري العقلية الذكورية المتحدث عنها لا يجب أن نصححها داخل المجتمع فقط، يجب أن نصححها حتى داخل أحزابنا، لأنها هي نسخة مصغرة من المجتمع الذي ننتمي إليه. صدقيني يا سيدة جوهرة، وأنا أتحدث دائما تحت رقابة كل المناضلات والمناضلين الذين يتابعون هذا النقاش والمواطنين والمواطنات، لو كان لدينا منصبا سيتبارى عليه يعني منصبا مخصصا لثلاثة أسماء مثلا، ستكون تلك الثلاث أسماء هي رجالان. خصنا القوانين تساعد أيضا، يعني في كل مرة خصنا نفرض على هذه الأحزاب أو نفرض على من يختار إلى المناصب العليا أن تكون سيدة، وهذا الشيء اللي كاين اليوم فاش حنا تناقشوا القوانين الانتخابية. الحمد لله أنهم جاوا قالوا غادي يديروا الثلث في الجهات، في جهة الدار البيضاء كاينين النساء لكن ما كاينينش مناصب القارة، ما تقروش فيها لأنه طلب منهم عدم تحمل المسؤولية داخل مكتب الجهة مثلا. هذا مثال، هناك جماعات، هناك كاين مجالس قل معاملات لما فيهاش النساء. اليوم بالقانون اللي تم تصويت عليه داخل قبة البرلمان اللي هو القانون 0521 إقرار أن الثلث وجوبا يكون نساء في مجلس عاملات الأقاليم، تتعرفش هي الدفعات اللي قالوا الرجال أثناء دفعاتهم، وفين غادي يجيبوا النساء؟ ما غاديش نقاوم، ولا شي حاجة ما جابش النساء. رد الحكومة وشخص وزير الداخلية شنو كان؟ أسيدي ديروا التحالف، حزب اللي عنده النساء مع حزب ما عندوش النساء باش يكونوا عندنا الثلث وجوبا داخل الأقاليم والعملات في التسيير. سيدتي المشكل الأساسي في من يمارس السياسة وداخل الحزب، إلا اقتنعوا داخل الحزب أحزاب السياسية اقتنعت بأن التواجد النسائي ماشي هو كاستينك، حنا ما تنديروش الكاستينك شنو لابسة شنو ماشطة شنو دايرة وكذا، حنا تنمارسوا السياسة تنساهموا في تحسين أوضاع
صعبة من خلال اقتراحات ومن خلال المساهمة في السياسات في تدبير السياسات العمومية. المشكل إلى الآن يا سيداتي هو أنه تتم التعامل مع النساء اللي تتمارسوا السياسة كأنهم نساء ديال الكاستينغ. هذا سير في هذه المجموعه. طيب مجموعه اخرى اللي قاومت، شوفي سيد اللي قاومت واللي بقات واللي استمرت هي المناضله اللي داو قالوا تاد، هي التي تدير تتشتغل بشكل يومي ولا غابت نهار يمكن حتى هي ما تبقاش بشكل يومي ومسترسل ومتابع من اجل ان تكون على قدم المساواه. طيب نشرك السيده الاتزان تبقى الاختيار. ما الذي نحتاجه اليوم في أقل من دقيقة أرجوك تداركنا الوقت لكي نقر هذه المناصفة؟ القضية أولا يجب أن نكسر ذلك السقف الزجاجي، السقف الزجاجي باقي يجب تكسيره. ما يجي يخرجوا لقانون ديال الولوج على المناصب العليا ويديروا لها أخذ بعين الاعتبار المناصفة، وملي يجيو يديروا شنو هما اش كيطلبوا تيقولوا بغينا في المنصب كاتبه الدوله وكاتب الدوله 10 سنوات من الخبره في من تجربه في المدير او في مديره او مدير، وكيعرفوا بان تجربه النساء قليل زعما شحال حنا. اذا هنايا هناك شروط تعجيزيه، اذا شروط تعجيزيه من البدايه الاقصاء ملي كتقرا. اذا هناك سن قوانين لمنع النساء من الوصول بالنهايه بشروط تعجيزيه. أنا قلت يجب أن نكسر ذاك السقف الزجاجي الذي لا أعرف إن كان زجاجيا يعني ربما هو من طوب غليظ. أي ويتم تحديثه كل سنة وكل مرة. لا يمكن أن نرفع شعار المناصفة دون أن نصل في البرلمان كما قالت الصديقة رحاب أن نصل ما زلنا في 10% ديال النساء داخل البرلمان. أو 395 عندنا 81 امرأة. المناصفة ملي كيجي في الدستور حنا كنقولوا بأن على الأقل دابا في 2021 في الاستحقاقات الوصول على الأقل 22-24%. طيب نوصلوا شكرا. فهنايا خص الإرادة السياسية تكون ولكن معها قوانين مساواة اللي فيها المساواة وما فيهاش التمييز. طيب بقي دقيقة نمنحها للسيدة لطيفة إذا تفضلتي لكي نشرك الجميع. أنا عام فيما يتعلق بموضوع المناصفة أعتقد أنه الصديقة رحاب تحدثت عن مكمن المشكل الحقيقي وخصوصا في خلال هذه السنوات الأخيرة، تحدث عنه بتدقيق وبتفصيل. لا يستصاغ الآن سنة 2020 وبعد دستور 2011 أن تظل الأحزاب السياسية على ثقافتها وعلى إقصائها وتهميشها للنساء. في التفاوضات التي كانت مع وزارة الداخلية لم تحضر النساء الحزبيات إلا باستثناءات. كيف يمكن أن نحقق المناصفة سواء على مستوى البرلمان مجلس المستشارين أو في الجهات والأقاليم والنساء غير حاضرات ومغيبات؟ هناك إمكانيات كبيرة لتمكين النساء داخل الأحزاب السياسية. تعيب على القوانين أنها لم تلزم الأحزاب السياسية بالمناصفة أيضا، وأكيد أنه الأحزاب هي أيضا هذه أعتقد أنه الآن لا بديل عن المناصفة الدستورية، لا بد من تحالف الحركة النسائية ونساء الأحزاب السياسية من أجل التوجه والمرافعة مع الأحزاب السياسية ومع القوى ضد هذا الإقصاء. شكرا جزيلا لك يا سيدة لطيفة بوشوا. شكر موصول كذلك للسيدة حنان رحاب والسيدة سعيدة الإدريسي. كنت سعيدة جدا باستضافتكن للحديث من القلب إلى القلب. شكرا لكم مشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء.